فالحمد لله هاد التتويج ديال هاد الابطال ديال افريقيا بينوا على الكفاءه ديالهم وبينوا على النجاح ديالهم فهاد المضمار البطوله الافريقيه ديال المضمار في نيجيريا في ابوجا. والحمد لله حنايا النتائج ها هي مسروره، 15 ميداليه، 5 ذهبيه، 4 فضيه و5 نحاسيه، فهذا ماشي سهل. الفريق الوطني المغربي للحلبة كيشارك بمعنويات عالية، حيث أنه لا توجد هناك حلبة بالمغرب، الحلبة الوحيدة اللي كانت فيلودروم ما بقتش عندنا، ومع ذلك يعني تمكننا باش نختاروا بعض العناصر الشابة اللي مشات لأبوجا البطولة الإفريقية وتمكنت باش تفوز ب 15 ميدالية. هاد الميداليات يعني كيعطي واحد القيمه مضافه للسباق الدراجات المغربيه، وبالاخص الشابه رجاء اللي تمكنت باش تفوز بخمسة الميداليات، جوج ذهبيات وثلاثه فضيات. الحمد لله الانجاز ما جاش بسهل، مجموعه من العمل من طرف المدربين ديالي. اول مشاركه ديالها اللي كتفوز خمسة الميداليات، يعني هذا ماشي سهل، لان هي بطله ديال الدراجه الجبليه وهي حضرات في الدراجه على الطريق، واليوم كتبين الكفاءه ديالها في المضمار، اذا فهذا نجاح، ونجاح للمغرب والجامعه الملكيه للدراجات. كنا تنتمنوا شويه، واخا راك عارف الفيلودروم ماشي هو الاختصاص ديالنا الرقم الاول، ولكن الحمد لله قدرنا نجيبوا المركز الثاني في البوسويت باريكي، قدرت نجيب الميداليه النحاسيه في البوسويت انديفيديوال. الحمد لله الزميل ديالي اشرف الدغمي هو اللي تعاوننا باش نقدروا نفوزوا بجوج ميداليات ذهبيين في السباق سكراتش والسباق ديال البوسويت انديفيديوال. والحمد لله كنبغي نهدي هذا الفوز للوالدين ديالي وجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وكنبغي نشكر الجامعه الملكيه المغربيه للدراجات على المجهودات اللي قامت بها باش توفر لنا كل ما كنحتاجو في هذه البطوله. والحمد لله كنطمحوا للالقاب اكثر في المقادم ان شاء الله.